مستمرين معاك زميلي ايهاب، كابتن ايهاب، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان بنرحب بيكم من داخل الخيمه. يوم تاريخي للنادي الاهلي، اصنع تاريخك بايدك، عضو النادي الاهلي ينزل ويشارك. مجد لاعضاء النادي الاهلي، معي رمز من رموز النادي الاهلي طبعا الكابتن فتحي نصير، تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن ايهاب الخطيب لحضرتك، وحضرتك كنت حريص تكون موجود وتشارك. وخليني اقول لك كابتن ايهاب، يمكن الكابتن فتحي نصير قال على حاجه كويسه جدا، قال لي ان هو احضر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب زمان لما كان لاعب، ودر 1970 ودربه في النادي الاهلي ودربه في منتخب مصر. والمصادفه الجميله جدا ان 28 سبتمبر 1970 كان بدايه الكابتن خطيب مع كوره مع حضرتك، والنهارده 28 سبتمبر ايضا. سبحان الله على الصدف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه بحيي كل الساده المشاهدين وكل اعضاء النادي الاهلي سواء الموجودين او غير الموجودين، وانا واثق ان كل واحد هيجي له فرصه انه هيجي، لازم هيجي ان شاء الله. كابتن ايهاب يمسي عليه وبصب عليه، وفعلا شرف ان الواحد يجي يشارك في هذه الجمعيه. الجمعيه غير ان انا زي ما حضرتك تفضلت قلت ان محمود الخطيب في 1970 كان في الثانويه الرياضيه وجبته النادي الاهلي، كان في 28 نفس اليوم، بس هنا سبتمبر بس كان جاي لاعب عنده ناشئ في ناشئين النادي الاهلي، والان اصبح هو رئيس النادي الاهلي باجماع الجمعيه العموميه. فان شاء الله باذن الله الجمعيه هتكتمل، وتقريبا انا شايف دلوقتي الارقام عدت ال 8000 زي ما سمعت كده، ومن مصادر هنا داخل الخيمه انا واثق ان كده هيتعدى ارقام كتير. ومش الخطيب كلاعب الكره، لا، الخطيب كقائد، كموهوب، موهوب في كرة القدم، موهوب في الإدارة، موهوب في القيادة، موهوب في إزاي يجمع مش يفرق، بيحل مش بيربط. مش هتكلم على الخطيب، الخطيب هو وأعماله هتتكلم عن نفسه. نفس القصة يمكن كان كابتن خالد مرتجي وخالد درندلي كانوا ناشئين في النادي الاهلي في الفتره دي برضو قبل كده بعد جيل الخطيب، ودربناهم واصبحوا اعضاء مجلس اداره. فكل ده نتاج ان النادي الاهلي له جذور كبيره جدا 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 في اعماق جمهوريه مصر العربيه. شاركت يا كابتن؟ الحمد لله خلصت دلوقتي وشاركت. نعم ولا لا؟ اكيد نعم، وبالخط العريض وبالعربي وبالانجليزي وكل لغات العالم. بالتوفيق يا كابتن، وباذن الله يكون دستور النادي الاهلي اليوم ان شاء الله باذن الله. وباذن الله الناس اللي جاية، أنا شايف كل الطرق اللي حوالين النادي وإحنا جايين دلوقتي تقريبا شبه مغلقة، وكل الناس جاية على رجليها، فدي حاجة تفرح إن كل واحد جاي ماشي مش جاي راكب عربية.